للمزيد من المتابعة والتحليل حول العلاقات المصرية الصينية ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الآسيوية. سيد حسين، تحياتي إليك أولا وأهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا سيد حسين. من المشترك الثقافي والحضاري إلى الشراكة الاستراتيجية ما بين دولتين وحضارتين ثقافيتين كبيرتين ممتدتين إلى تاريخ من العلاقات المصرية الصينية. إذن هي علاقات تشهد تطور ملحوظ منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في مصر. في رأيك، ما هي أهمية زيارة الرئيس السيسي الحالية لبكين ومشاركته في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24؟ أولا كما أشرتم، العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية. حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1956 هناك روابط كثيرة، روابط مشتركة ثقافية فكرية تاريخية بين البلدين. ومن هنا فإن الصين حرصت دائما على أن تكون مصر حاضرة في مناسباتها الكبيرة. وكما أشرتم في تقريركم، تقريبا كل المناسبات الدولية الهامة التي استضافتها الصين دعي إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن هنا تأتي هذه الدعوة للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. بالتأكيد المشاركة المصرية لها مغزى عميق في ظل ما تواجهه الصين من دعوات لمقاطعة دبلوماسية لهذه الدورة. وبالتالي فإن هذا يعبر عن دعم مصر للصين، وأيضا الموقف الداعي إلى الفصل بين الرياضة وبين الخلافات السياسية بين الدول. بالتأكيد كضيف كبير استقبل الرئيس السيسي استقبالا كبيرا. أيضا الزيارة لا تقتصر على المشاركة في حفل الافتتاح، هناك لقاء ثنائي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ يتم فيه طرح مختلف القضايا بين البلدين. يعني لو أخذنا جانب من هذه الزيارة أو من برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين واللي بتتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، في رأي حضرتك سيد حسين ما هي أهم الملفات التي من الممكن يعني تتصدر هذه القمة، خاصة في ظل حرص القاهرة وبكين على تنسيق المواقف الحالية والقضايا الدولية والإقليمية؟ هناك العديد من القضايا التي ستطرح في تقديري، يعني القضايا الاقتصادية أيضا، التعاون الاقتصادي، الاستثمارات الصينية التي تتنامى في مصر بسرعة خلال السنوات الأخيرة، خلال السنوات الستة أو السبع الأخيرة. هناك التعاون في مجالات مختلفة، في مجال نقل التكنولوجيا، في مجال التصنيع، في مجال التعاون الطبي. هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي، التنسيق بين البلدين في المواقف المتعلقة بالقضايا الدولية سواء في داخل الأمم المتحدة أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو القضايا المتعلقة ب النظام الاقتصادي والسياسي الدولي الذي تدعو مصر وكذلك الصين إلى أن يكون أكثر عدالة وتوازنا وإنصافا. هناك القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا وليبيا واليمن وحتى إيران وعلاقاتها وتوتراتها مع دول الخليج. هذه كلها قضايا مطروحة. التعاون أيضا في مجال التكنولوجيا، أعتقد أن هذا باب مهم، واعتقد ان مصر حريصه عليه باعتبار ان التكنولوجيا الصينيه ربما تكون يعني ملائمه للواقع المصري. هناك التعاون في مجال الخبره المشتركه في التعاون في قضايا مثل مكافحه الفقر، في التنميه الزراعيه، في تنميه الريف، خاصه ان الصين حاليا تتبنى مشروعا يكاد يكون يعني متطابقا مع مشروع النهضة الريفية في مصر، وأيضا بنفس الاسم في الصين من خلال برامج ذات فترات زمنية محددة. هذه كلها مجالات للحديث والتعاون والبحث بين الزعيمين. نعم، هذا بالإضافة بالطبع سيد حسين إلى يعني تاريخية العلاقات وأهميتها. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم السيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الآسيوية والباحث في العلاقات المصرية الآسيوية، شكرا جزيلا لك على هذا العرض.